بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فنواصل الحديث في كتاب شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضائلها، معانيها، شواهدها، ومشاهدها، مطالبها، بقلم شيخ الإسلام الإمام عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى ورضي عنه. ومما يدل على إثبات رؤيته صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء والمعراج سياقات أحاديث المعراج وفحواها، وذلك من وجوه متعددة. أولاً، قوله صلى الله عليه وسلم في حديث المعراج: فانطلق بي جبريل حتى أتى بالسماء الدنيا فاستفتح، فقيل: من؟ فقال: جبريل. فقيل: ومن معك؟ فقال: محمد صلى الله عليه وسلم. فقيل: وقد أرسل إلي؟ قال: نعم. قيل: فمرحبا به، فلنعم المجيء جاء. وهكذا كلما استفتح سماء بعد سماء قيل له ذلك، وقال لهم جبريل عليه السلام ذلك. فقوله وقد أرسل إليه معناه: وهل أرسل الله تعالى داعيا إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى حضرة رب العزة والجلال، وذلك الداعي هو أنت يا جبريل، وقد أرسلك إليه لتأتي معه إلى رب العالمين. وقد جرت عادة الملوك والعظماء إذا دعوا من هو كريم عليهم أن يكرموه بحسن اللقاء والاجتماع وحسن الحديث معه وبحسن الإقبال عليه، لا أنهم إذا دعوه فأجاب دعوتهم ودخل رحابهم، ألقوا الحجاب وتحدثوا إليه من وراء الحجاب. فلا تشبيه ولا تمثيل، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء، ولكن له المثل الأعلى، أي الوصف الأكمل والأحسن والأنزه والأعز والأرفع على وجه لا يتناهى في حسنه وكماله. فهو سبحانه لما أرسل إلى حبيبه الأكرم صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام يدعوه إلى حضرته سبحانه، وأمر جبريل عليه السلام أن يصحبه في مسيره ويفتح له الأبواب ويعلم به الحجاب الموكلين بفتح الأبواب، أي أبواب السماوات، ليستقبلوا عظيم الجناب صلى الله عليه وسلم بكمال التحية والحفاوة والتكريم. وهكذا سماء فوق سماء إلى سدرة المنتهى، إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام، إلى مقام حيا فيه رب العزة وحياه رب العزة وكلمه وأوحى إليه ووجه إليه أوامر، وأهمها فرائض الصلوات الخمسة، وأتحفه بعطايا من كنوز العرش كما قال صلى الله عليه وسلم، وأكرمه بعطايا ومنحه بخصائص منها ما يرجع إليه ومنها ما فيه تكريم لأمته كما في حديث الدلائل. أترى ذلك كله من وراء الحجاب؟ كلا، بل كان ذلك من غير حجاب. والحمد لله رب العالمين.